وهناك العديد من القصص التي أثبتناها علميا وغيرنا بيها، زي رمسيس الثالث. رمسيس الثالث معروف أنه هو كان في مؤامرة قصر على حياته اللي هي مكتوبة في تورين، وتم يعني المتآمرين القبض عليهم، ولكن لم يذكر أبدا ماذا حدث للملك، هل فعلا قتل أم لا. دراسة الأشعة المقطعية اللي عملناها أثبتنا أنه هو تم نحره من مهاجم من الخلف بخنجر، ومهاجم من الأمام ببلطة قطع بها الجزء من القدم. ده احنا أثبتنا أن هو فعلا مات من المؤامرة، وكمان عملنا مسرح الجريمة اللي حصلت من 3000 سنة بشكل علمي، كل ده بدراسات مصرية خالصة تبع يعني انت بتكلميني عن طب شرعي كأننا دلوقتي مسرح الجريمة وكده.